لكن نحب ناخذ وجهة النظر نتاعك. لو يجيك عرض باش تقدم عمل مسرحي مهم، تختار عمل مسرحي من اعمالك، لكن العرض من الاول ما يقولولكش فين، تشوف الكاشي تلقى فيه كل شيء وتاخذ اكونت، نوصلوا للحظة الامضاء تلقى لي العمل باش يكون في اسرائيل. سبب بعده توك محمد معناتها لا لا انت تعرف أخي وانا نعرف اللي فما برشا مشاو وعرضوا وخدموا كل واحد حر في حياته واموره، فهمت؟ لا لا ما جاك حتى مره العرض هذا؟ لا ما جاتنيش، اما جاتني اغراءات. انا قلت لا، انا من الممثلين القلائل جدا اللي قلت لا. على شنو هذه مهمه؟ يا هذه من الحاجات اللي انا نفتخر بروحي. سافوار ديرنا واحد يعرف ديرنا يعني تقول لي. ما انا نعطيك اكزامبل مثلا، مره مش مره، هي برشا مرات صارت معناتها، ونقول لا حتى لليوم للبارح اللي يستدعوني، حتى معناتها مواقفي انا ما نسمسرش بيهم، معناتها من ما حطيتهمش في السمسره. كنت نجم نكون هذاك اللي تجربه محمد الاستاريزم اللي عشته 2008 2009 2010 اللي توا مازالت اثاره، اي النجوميه نتاعك ومحبه الناس والشارع وكذا وترشنيه، ما عاشوش برشا ممثلين راه. معناتها نقول لك بكل صراحه، لا ممثلين لا مغنيين، معناتها عاشوا اربع من الناس نجم نسميهم لك، معناتها كنت تقريبا نجم رقم واحد في الفتره هذيك. ما كنت نسكر الكياس انا كي نتعدى، انا معناتها مش مره مش اثنين مش عشره يركبوني في كرهبه الشرطه باش يوصلوني للبلاصه اللي انا باش نمشي لها. باش يعديوك باش يهربوك. طبعا 2008 2009 2010 حتى لين جات الثوره، معناتها شكو وقتها، شكو وشكو مش شكو بركه، انا شكو شكو مواقف زاده. انا مثلا تصريحاتي موجوده هوني لليوم، الناس تمشي تقرا. انا كي نقول حاجه راهي موجوده، فما ارتيكل فما انترفيو في جريده لو تان قبل تعقبت عليه بالكدا، وانا نجم تونس. شنو قلت فيه النجوم الكبيره؟ شنو قلت فيه الارتيكل؟ قلت وقتها انا لامبريسيون كومبيتين نظلوا نظلوا هذيك قلت عليها. مش معناتها انا مناظر باش يفهموها، لا لا ما نحبش الموضوع هذا. ما كل كلمتي انا.